السؤال الثالث من صفحة 26 بيقول لي هون ألف فاء قوة 10 ضرب فاء قوة 20، على أي قانون من قوانين الأسس رح نستخدمها؟ وشو اللي بدينا أكتب كصورة كقوة واحدة؟ على أي قانون من قوانين الأسس وشو اللي رح نستخدمه وشو الناتج؟ شاركوا معاي. رح اللي هي نلاحظ إنه الأساس متساوي والعملية بينهم ضرب. إذا كان الأساس نفسه والضرب بنجمع الأسس فبدأ رح تكون هون فاء قوة 10 زائد 20 اللي هي تساوي فاء قوة 30. الفرع الثاني اللي هو باء نفس الإشي، الأساس نفسه سين والعملية بينهم ضرب. إذا كان الأساس نفسه وضرب نجمع الأسس عندي هون رح تكون سين قوة سالب 9 زائد 8. عندي الإشارات مختلفة، بطرح والإشارة للأكبر رح تكون سين قوة سالب 1، وإحنا ما تعودنا نخليها سالبة، بنعالجها اللي هي بناخذ مقلوب العدد اللي راح تكون هون على 1، 1 على سين كلها قوة 1، حطينا الواحد أو ما حطيناهاش عادي. جيم نفس الإشي، لا عفوا، الجيم هون الأسس اللي هي المتساوية، فشو بعمل؟ بخليهم كقوة واحدة اللي بجمعهم الأساس بقوس 1، جذر 5 ضرب جذر 2 كلها قوة 10. بدي بس هون يا بنات انتبهوا إنه إحنا إذا بتتذكروا اللي هي الجذور أو الجذور إذا كان بينهم ضرب بقدر إني أجمعهم تحت جذر 1 اللي راح تصير جذر 5 ضرب 2 كلها قوة 10، ما بخلي كل جذر لحال، بجمعهم تحت جذر 1 فقط بعملية الضرب بالقسمة فقط، الجمع والطرح لا. فراح يصير عندي جذر 10 كلها قوة 10. الفرع د، عندي الأساس نفسه نون والأسس مختلفة والعملية قسمة، بالضرب كنا نجمع الأسس، بالقسمة راح نطرح الأسس راح تكون نون قوة 13 ناقص 3 اللي هي نون قوة 10. عندي بدي أنتقل لموضوع جديد اللي هو المعادلة الأسية. إحنا بنعرف إن المعادلة هي جملة مفتوحة تحتوي على متغيرات وعلى ثوابت. المتغيرات اللي هي المجاهيل س ص ع لام، أي متغير بيكون فيها اللي هي إشارة المساواة بتفصل بين طرفي المعادلة. إحنا سميناها هو المعادلة الأسية لأنه المتغير المجهول راح يكون إما بالأساس أو بالأسس. طيب عشان أحل المعادلة اللي هي الأسية لازم أتأكد أول إشي من خطوة، أهم خطوة يا ثامر، أهم خطوة لازم أتأكد منها. أول خطوة راح أتأكد إنه طرفي المعادلة اللي هي بتفصل بين إشارة المساواة مكتوبة كقوة واحدة. طيب إحنا شلون إذا ما كانت مكتوبة كقوة واحدة بروح أنا بكتبها كقوة واحدة اللي باستخدام قوانين الأسس اللي عرضناها قبل شوي. أول إشي بقول لي هون عشان أحل المعادلة الأسية إذا كان المتغير بالأساس مش لازم انه اساوي بين الاسس طرفي المعادله، رح نعرض مثال عليها. واذا كان المتغير بالاسس رح اساوي الاساسات بين طرفي المعادله. رح اخذ اول مثال لحل المعادلات الاسيه، يعني بدي اوجد قيمه المتغير س قوه سالب 1 يساوي 3 على 8. اول شيء بروح بتاكد انه كل من طرفي المعادله مكتوبه كقوه واحده، هون فيش غير عندي س قوه سالب 1 و3 على 8. بنتقل لإيش؟ أشوف مين المتغير، هل هو أساس ولا أس؟ عندي س قوة سالب 1 المتغير اللي هو بالأساس، بساوي بين أسس الطرفي المعادلة، يعني هون الأساس سالب، عفوا الأس سالب 1، فبدي أعمل هون الأس كمان سالب 1. طيب شلون أنا بقدر أخلي 3 على 8 مرفوع على القوة سالب 1؟ إحنا قلنا بناخذ مقلوبها، س قوة سالب 1 تساوي بتصير 8 على 3 قوة سالب 1. سوينا بين الأسس هي أصلا مرفوعة كقوة 1، من وين جبت السالب 1؟ 3 على 8 إذا ما كانت مرفوعة كقوة أو أي عدد بيكون هي قوة 1، فلما قلبناها صارت قوة سالب 1. عندي سويت بين الأسس، فهون عندي الأساس بوجد قيمته س تساوي راح تكون بما إنه الأسس متساوية معناها س تساوي 8 على 3. إذا حدا عنده إشي مش مفهوم يقول. قوة س ضرب 8 قوة 2 يساوي 8 قوة 7. بتأكد من أول خطوة إنه طرفي المعادلة مكتوبة كقوة واحدة. بشوف الطرف اللي على اليمين
مش مكتوبة كقوة واحدة، عندي 8 قوة س ضرب 8 قوة 2، راح استخدم قوانين الأسس عشان أعملها كقوة واحدة، عندي الأساس متساوي بينهم ضرب بجمع الأسس، بصير 8 قوة س زائد 2 يساوي 8 قوة 7، أول خطوة عملناها كتبناها كقوة واحدة باستخدام قوانين الأسس، ثاني خطوة بروح أشوف المتغير هل هو أساس ولا أس؟ المتغير بالأس، بدي أساوي الأساس. الأساس متساوي 8 8، خلص مباشرة بروح بحل س، بما إنه الأساس متساوي بساوي الأسس س زائد 2 يساوي 7، بتصير عندي معادلة وبحلها، ناقص 2 ناقص 2 س تساوي 5، يساوي 8 قوة 7. بتأكد من أول خطوة إنه طرفي المعادلة مكتوبة كقوة واحدة، بشوف الطرف اللي على اليمين مش مكتوبة كقوة واحدة، عندي 8 قوة س ضرب 8 قوة 2، راح استخدم قوانين الأسس عشان أعملها كقوة واحدة، عندي الأساس متساوي بينهم ضرب بجمع الأسس، بصير 8 قوة س زائد 2 يساوي 8 قوة 7، أول خطوة عملناها كتبناها كقوة واحدة باستخدام قوانين الأسس، ثاني خطوة بروح أشوف المتغير هل هو أساس ولا أس؟ المتغير بالأس، بدي أساوي الأساس. الأساس متساوي 8 8، خلص مباشرة بروح بحل س، بما إنه الأساس متساوي بساوي الأسس س زائد 2 يساوي 7، بتصير عندي معادلة وبحلها، ناقص 2 ناقص 2 س تساوي 5.